ولا يختلف، لكن اللي ممكن يختلف عنه ويدعم قيمة الأهلي في تتويجاته باعتراف محترم ونقي ورياضي بجد، نموذج محترم جدا اسمه الكابتن سامي الشيشيني. نسمعه. مش مفيش فرقه تقدر تقول لك تكسب الماتشات كلها، لكن النفس بتاع البطوله لا، مش اي حد لعب على البطوله. النادي الاهلي، النادي الاهلي عنده قوام فرقتين اساسيين، برغم بيتصاب منه خمسه سته، لكن بيقدر يعمل ايه؟ بتلاقي البديل جاي، البديل كويس، بيقدر يكسب. مش الاهلي افضل ولا الزمالك؟ لا الاهلي طبعا. لا لا بص، لما تيجي تبص على فرقه لا الزمالك افضل، لكن كتوتال لعيبه او عدد لا الاهلي احسن. الزمالك ما عندوش دكه اساسا، يعني الزمالك عنده قوام 11، يعني الزمالك عنده 12 13. عايز تقول ان الزمالك عنده لعيبه كبار، ولكن الاهلي عنده فريق جيد، قايمه جامده، ما في اسمه فريق. يعني الزمالك النهارده لما يقع منه 5 6 الماتش اللي فات، هم دول اثروا بشكل كبير جدا على الاداء. الاهلي لو الخمس 6 دول غابوا هتلاقي في 5 6 تانيين موجودين، لان الاهلي عنده قوام كبير. عشان كده ده انت بتلعب كل 3 ايام، 3 ايام ما حدش هيستحمل، هتلاقي في اصابات، في ايقافات، في طرد، في حاجات كتير. فاللي عنده نفس طويل، وبعدين في حاجه، في ثقه الماتشات وثقه البطوله وفي كيان وفي تقل، كل ده مش هتوفر في اي حد. يعني بيراميدز لما تيجي بلغه الارقام والماديات هو اعلى فرقه بتشتري، صح، لكن الكيان اهلي وزمالك. معلش المصري رغم الامكانيات او الاسماعيلي، لكن كيان، هو نادي كبير وجماهيري. بيراميدز مهما كان عنده امكانيات ماديه وبيشتري، لكن مش كيان. مش ما عندهاش، ما عندوش الجماهيريه ولا التقل اللي وراه ولا الضغط العصبي بتاع الجماهير. فبالتالي مهما نشتري ممكن تلاقيه في المراكز اللي هي المربع، لكن في الاخر مش اللي بياخد دوري. يعني انت عايز تقول ان الاهلي كفريق كتوتال فريق افضل من الزمالك؟ الاهلي كل حاجه. الاهلي بتتكلم على اداره، بتتكلم على لعيبه، بتتكلم على اعلام، بتتكلم على حاجات كتير. اصل انت لما تيجي تتكلم على كيان مش بتتكلم على حاجه واحده، بتعد حاجات كتير. الاهلي فارق في كل الحاجات دي؟ طبعا طبعا طبعا. النادي الاهلي النهارده ما دام ما عندكش مشكله ماديه، عندك استثمارات، عندك دخل مش مأثر على الفرقه، خلاص فانت خلاص انت فارق على الناس كلها. الزمالك فرقه كويسه قوي، فرقه كويسه قوي، يعني واحسن فرقه في مصر. انت عايز تقول الاهلي في حته تانية؟ لا، ما هو الاهلي في حته تانية عشان هو عنده استقرار في حاجات كتير، يعني بغض النظر عن عوامله يعني، لكن الواقع انه في حته تانية. لا ما في حته، ده طبيعي ان الاهلي في حته تانية. الاهلي مستقر، واللعيب دلوقتي قبل ما بينتهي الموسم بتاعه بيكون عامل سنتين ثلاثه قدام، فخلاص حصل استقرار. انت لغايه دلوقتي مش عارف تجدد الساسي. طبعا الكلام مبني على تحليل، طبعا مش هيعجب الناس اللي مستنيه تسمع نغمه المظلوميه ونغمه ان الجداره. لا، ده الاهلي مش الجدير، الراجل شانه شان النماذج النجوم الكبار المحترمين اللي اتكلموا قبليه. يا جماعه، مقاومات الفوز عند النادي الاهلي 1 2 3 4، والاستقرار. الاستقرار ده اللي هو ايه؟ انك بتتحمل ظروفك الصعبه عشان تتجاوزها، مش بتتعامل مع كل ظرف في ساعتها انك انت تروح مغير الليله كلها او موقع الليله كلها وتبتدي من اول السطر. لا، بتتجاوز العقبات دي عشان تكمل. هو ده يعني سر الاهلي، وهو مش سر، ده حاجه بسيطه جدا ومعروفه. وانا قلت لك سر اليكس فيرجسون. اليكس فيرجسون لما قال لهم بلاش كلام بقى على ليفربول، تعالوا ننسى ونشتغل، ركز مع نفسك بقى. ركز مع نفسه، وقدر يتفوق ويعمل الحقبة الذهبية بتاعت المان يونايتد. والحقيقة الزميل سيف زاهر لما سأل الكابتن سامي الشيشيني عن مقارنة بين الأهلي والزمالك، وحتى على حظوظ الأهلي لما بيشارك في بطولات كبيرة في حجم كأس العالم للأندية، رأي ابن نادي الزمالك كلاعب وكمدرب. سامي الشيشيني على فكرة من طفولته هو في نادي الزمالك، يعني هو محدش هينتقمه بحاجه. حد اول امبارح هو في الجهاز الفني، في الجهاز الفني. وانا عايز اقول لك على حاجه، انا كنت بكتب على يعني بغطي منتخب الشباب الناشئين في بدايه هذا الجيل، هو وهاني كان جيل واحد. كان بدايتهم مع كابتن سيد الطباخ في منتخب 17، ثم مع منتخب الكابتن محمد ابو العز اللي راح بيهم كاس العالم للشباب 91 في البرتغال. كان في الاهلي وليد صلاح الدين وهادي واحمد ايوب واحمد عبد الفتاح وطارق سليمان ومصطفى كمال، وكان من الزمالك نادر السيد وعمرو عبد السلام ويحيى نبيل وسامي الشيشيني، وكان مصطفى صادق من المقاولين وابراهيم المصري من البورسعيد. دي كانت الفرق اللي بعد كده راحت برشلونه 92 مع الدكتور محمود سعد والكابتن مصطفى عبده. فهو الراجل من طفولته هو في نادي الزمالك، لكن انتمائه ما منعوش ابدا انه يقول كلمه حق. والكابتن سيف زاهر بيساله، النادي الاهلي حاليا هو المرشح الاقوى في البطوله الافريقيه ولا الامور صعبه؟
لا لا لا، الاهلي مرشح طول عمره، مرشح البطوله الافريقيه، طول اي بطوله بيخشها مرشح. انت بقيت اهلاوي كابتن ليه؟ لا بس في مقاييس، في معايير، انا بقيس معايير ومقاييس. صح. النهارده الاهلي بيخش اي بطوله هو مرشح من اول البطوله، بدليل هو من اكتر الفرق اللي واخده افريقيا، واخده السوبر، فهو مرشح. فاهمني؟ الزمالك ممكن يخش في البطولات يبقى مرشح بنسب، لكن الاهلي عشان وصل كاس عالم الانديه، خد بطولات، فبالتالي بقيسها مقاييس، بقيسها استقرار، بقيسها. الاهلي يقدر ياخد كاس عالم الانديه في يوم من الايام كابتن؟ لا لا صعب، لا صعب. ما احنا برضو يعني نبص على قدنا ان احنا نوصل كاس عالم الانديه، لكنك تاخده ده صعب، عشان ما انت كده كده هتقابل بقى بايرن ميونخ، هتقابل ريال مدريد، برشلونه، وانت طلعت تقلق كذا مره، بس مش هتاخد البطوله. ما هو التالت دي عشان بتتغلب قبل النهائي، فبتلعب التالت والرابع تاخدها، لكن ما بتوصلش نهائي، ما وصلتش نهائي. تبدا اقول لك، ابدا اقول لك ان الاهلي يبدا ينافس على كاس عالم الانديه لما يلعب نهائي، لكن هو اقصى حاجه بيوصل لها قبل النهائي ويخرج، فبياخد تالت. لكن يوصل كاس عالم الانديه لا، سهل ان هو ياخد، سهل ان هو ياخد البطوله، يعني مش بعيد عن النادي الاهلي، لان قلت لك عنده استقرار، عنده لعيبه، عنده مدرب، عنده خبرات في افريقيا، فدي بتفرق برده مع الفريق. تجربه موسيماني عجبك؟ بص، هو موفق، هو موفق، محظوظ، محظوظ، راجل محظوظ. فاهم حاجه في الكوره على فكره الحظ، الشغل طبعا، شغل المدرب مع التوفيق، انك ممكن تبقى مدرب كويس قوي لكن التوفيق مش معاك، ودي، ولكن هو مدرب معقول كويس لكن التوفيق معاه، فبتمشي، فماشي بشكل كويس، بدليل ان هو لما جابوه في الفتره بتاع بعد فايلر كده، والناس قالت لك الفرقه هتقع وكلام، عدى وخد افريقيا وخد سوبر، هو خد افريقيا بداخل على قبل نهائي افريقيا تاني ودوري، فمشت وكاس، فمشت. لكن هو الراجل بدا ياخد خبرات، الراجل بدا ياخد ثقه اللعيبه. ولكن من وجهه نظرك هو افضل الاقوى المرشحين الاهلي؟ اه وجهه نظرك يعني بنسبه كبيره ممكن هو يبقى المرشح الاكبر لانه ياخدها يعني السنه دي اه بنسبه كبيره. برضه البطولات دي بتفرق معنويا مع اللعيبه ومع النادي ومع الخصم ومع المنافسين؟ لا، ما هو البطوله، انت البطوله دي ده بتتقل كيانات، الاهلي بتتقل فرقه كبيره، وبالذات كمان لما يكون اسم كبير وراح كاس عالم الانديه وتبقى في استمراريه في النهائيات. لا يعني الاهلي الاسم الاكبر في افريقيا. اه طبعا، حاليا هو الاسم الاكبر بالبطولات، ما اصل انت بتقيسها كمان بالبطولات، بنتائج وبطولات، فهو الاسم الاكبر في افريقيا حاليا. تقلبت اهلاوي يا كابتن؟ طبعا، شايفين الموضوعيه، شايفين التحليل، وشايفين المنطق، وشايفين ان هو مش فارق معاه ان يقول قناعاته الموضوعيه وهتخسروا ايه وتكسبوا ايه. طبعا لازم نتوقف قدام كلمه مهمه جدا، لان الكابتن سيف زاهر اللي عمال كان مش متعود يحاور هذه العقليه المنظمه الموضوعيه، هو كان قبليها بشويه او امبارح او باول او بقاله كام يوم بيناقش واحد جدلي اللي يقول له هو النادي الاهلي مش تالت العالم، فهو متعود على ده، هو كان متوقع ان هيقابل واحد يكرر هذا الكلام. فذهول الكابتن هادي يقول له، الكابتن سيف يقول له انت بقيت اهلاوي ولا ايه؟ لانه مندهش ان حد يقدر يكون موضوعي لهذه الدرجه، انه يدي المنافس حقه. هو في جدال في زملكاويه سامي الشيشيني كمان، بقول لك ابن مدرسه الكوره في الزمالك وزملكاوي قوي يعني، انما وهو كان لما كان في فتره الزمالك في تفوق على النادي كنا بنقول طبعا نلحق كنا بنقول ايه بقى؟ لا، ده احنا نلحق نشتغل لحسن الوضع ده لو استمر. أيوة، خطر علينا. ايوه، ده كان منطقنا بالظبط عمليا. طيب، من 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 ال- 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 الماضي القريب جدا، الشتاء اللي قبل اللي فات، هو ايه اللي حصل؟ انت خسرت الدوري، ها، وبعدين فوجئت ان فرقتك بتفضل، ناس كبيرة هتبطل. اللي عملنا فيها احسن موسم انتقالات شتوية، أيه، اللي جبنا فيه كابتن رمضان وكابتن ومحمد محمود وكابتن حسين شحات وكابتن، ست صفقات جبناهم كلهم مميزين، وحمدي فتحي أيه، جبنا الناس اشتغلت وجريت عشان لا الاهلي ما يقدرش يفقد الدوري اكتر من كده. إذن مواجهة النفس بالموضوعية هو ده السبيل الوحيد للإصلاح. طيب،